بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 177. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله في ذكر القبور التي تشد إليها الرحال وتزار ويدعى عندها وما أنكر من ذلك، قال: ومنها ما يسافر إليه من الأمصار في وقت معين أو في غير وقت معين لقصد الدعاء عنده والعبادة هناك، كما يقصد بيت الله لذلك. قال: وهذا السفر لا أعلم بين المسلمين خلافا في النهي عنه إلا أن يكون خلافا حادثا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فإن زيارة القبور كما سبق على نوعين: زيارة شرعية وهي التي تكون بدون سفر ويكون القصد منها السلام على الميت والدعاء له، هذه هي الزيارة الشرعية، والاعتبار كذلك والاتعاظ في أحوال الموتى والقبور. قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. والنوع الثاني زيارة شركية وبدعية، وهي الزيارة للاستغاثة بالأموات، طلب الحوائج منهم، هذه زيارة شركية، أو للدعاء عند القبور رجاء أن يستجاب الدعاء، وهذه زيارة بدعية ووسيلة من وسائل الشرك. ثم ينضاف إلى هذا السفر إليها، هذا سفر معصية، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فلا تشد الرحال شد عبادة وسفر عبادة إلى مكان ليتعبد فيه إلا في هذه المساجد الثلاثة، وما عداها فلا يسافر من أجل ذلك. هذا لو كان يسافر للعبادة الصحيحة في مكان معين ليس له فضيلة، فكيف إذا كان القصد من ذلك السفر إلى القبور لدعائها من دون الله والاستغاثة بها أو الدعاء عندها أو بها، كل هذا إما شرك وإما بدعة. يقول الشيخ: ولا أعلم أحدا قال بذلك، ولا أعلم فيه خلافا أن هذا حرام إلا أن يكون هناك خلاف حادث، يعني ولا عبرة بالحادث لأنه مسبوق بالإجماع. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إنما ذكرت الوجهين المتقدمين في السفر المجرد لزيارة القبور، فأما إذا كان السفر للعبادة عندها بالدعاء أو الصلاة أو نحو ذلك فهذا لا ريب فيه، حتى إن بعضهم يسميه الحج ويقول: نريد الحج إلى قبر فلان وفلان. نعم، فالذي سبق من الخلاف في السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي سبق، والصحيح أنه لا يجوز لعموم قوله: لا تشد الرحال لا إلى ثلاثة مساجد. كيف إذا كان السفر لا لمجرد زيارة القبر، وإنما لدعاء الميت والاستغاثة به، طلب الحوائج منه، هذا شرك أكبر يخرج من الملة، أو الدعاء عنده
هذا بدعة، وهذا لا خلاف في منعه ولا ريب في ذلك. نعم. ومنها ما يقصد الاجتماع عنده في يوم معين من الأسبوع. نعم. وفي الجملة هذا الذي يفعل عند هذه القبور هو بعينه الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا تتخذوا قبري عيدا، فإن اعتياد قصد المكان المعين في وقت معين عائد بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع هو بعينه معنى العيد. نعم، الاجتماع في المكان يسمى عيدا مكانيا إذا اعتيد هذا، إذا كان يعتاد الاجتماع في هذا المكان للعبادة أسبوعيا أو شهريا أو سنويا فهذا عيد مكاني، فإذا كان فيه قبر فالأمر أشد. قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، أي مكانا تجتمعون عنده وتترددون عليه، كلما ذهب يعود إليه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم. قال ثم ينهى عن دق ذلك وجله، وهذا هو الذي تقدم عن الإمام أحمد إنكاره لما قال قد أفرط الناس في هذا جدا وأكثروا، وذكر ما يفعل عند قبر الحسين. نعم. وقد ذكرت فيما تقدم أنه يكره اعتياد عبادة في وقت إذا لم تجئ بها السنة، فكيف اعتياد مكان معين في وقت معين؟ نعم، العبادات توقيفية لا يقال إلا ما جاء الدليل به، كما قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، وهذا إحداث في دين الله عز وجل. فإن الاجتماع في مكان واعتياد ذلك واعتقاد فضيلة هذا المكان وليس عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله يكون بدعة، فإذا كان فيه قبر يقصد من أجل ذلك فالأمر أشد. نعم. قال كما أنهم بنوا على كثير منها مساجد وبعضها مغصوب، كما بنوا على قبر أبي حنيفة والشافعي وغيرهم. نعم، بنوا على قبور العلماء حتى كقبر أبي حنيفة، قبر الشافعي، وبعضها مغصوب أرض، كما سبق أنهم يغتصبون ما حول القبر من المقبرة أو من أراضي الناس ويبنون عليه هذا المسجد اللي يسمونه مسجد أو ضريح الشيخ فلان، أو فيأخذون من الأرض ما لا يحل لهم أخذه، فيجتمع فيه الغصب ويجتمع فيه البناء على القبر، الملعون من فعله والمغضوب على من فعله، ويعتبرون هذا تقربا إلى الله وفضيلة، مع أنه في غاية المحادة لله ولرسوله. نعم. وهؤلاء الفضلاء من الأئمة إنما ينبغي محبتهم واتباعهم وإحياء ما أحيوه من الدين والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والرضوان ونحو ذلك. لا شك أن هؤلاء الأئمة رحمهم الله لا يرضون بذلك، ولو كانوا أحياء لجاهدوا من فعله، فهم اعتدوا عليهم وأساءوا إليهم بعد موتهم وبنوا عليهم هذه البنايا، وصارت هذه البنايا مشاهد يجتمع فيها الناس للشرك والبدعة، فيسيئون إلى أموات المسلمين. نعم. فأما اتخاذ قبورهم أعيادا فهو مما حرمه الله ورسوله. نعم، اتخاذ القبور أعيادا أي يعتاد المجيء إليها ويتكرر والاجتماع عندها، فهذا مما حرمه الله ورسوله، بل إنه صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي حيث كنتم. فإذا كان قبره صلى الله عليه وسلم لا يجوز اتخاذه عيدا أي مكانا يجتمع فيه للذكر وللدعاء والصلاة وغير ذلك، فكيف بقبر غيره؟ نعم. والواجب كما ذكر الشيخ إذا كانوا يقدرون هؤلاء الأئمة ويحترمونهم
الواجب محبتهم والاقتداء بهم والدعاء لهم. أما أن تتخذ المعاصي عند قبورهم وتقام الأبنية المحرمة عند قبورهم فهذا لا يرضونه، وهو من الاستهانة بهم وبحقهم وحرمتهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: واعتياد قصد هذه القبور في وقت معين أو الاجتماع العام عندها في وقت معين هو اتخاذها عيدا كما تقدم، ولا أعلم بين المسلمين أهل العلم في ذلك خلافا. نعم، حكى الشيخ رحمه الله الإجماع على أنه لا يجوز اتخاذ القبور أعيادا، ولا أن يبنى عليها مساجد، ولا أن تكرر زيارتها في وقت متقارب. كل هذا كله مما أجمع المسلمون على منعه عملا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث نهى عن تعظيم القبور ولو الغلو فيها. نعم، ولا يغتر بكثرة العادات الفاسدة، فإن هذا من التشبه بأهل الكتابين الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كائن في هذه الأمة. بعض الناس يقولون: أنتم تضللون المسلمين عموما وتكفرونهم. هذا العمل عليه كثير من في البلاد الإسلامية. نعم، فهل معنى هذا أن المسلمون مخطئون وأنتم المصيبون؟ نقول: نعم، من وافق الدليل فقد أصاب الحق ولو كان قليلا، ومن خالف الدليل فقد أخطأ ولو كان كثيرا. فالعبرة ليست بالكثرة، العبرة بموافقة الدليل. والله جل وعلا قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلا عبرة بالكثرة إذا كانت على ضلالة. نعم، وأصل ذلك إنما هو اعتقاد فضل الدعاء عندها، وإلا فلو لم يقم هذا الاعتقاد بالقلوب محى ذلك كله. أصل البناء على القبور والذهاب إليها والاجتماع عندها أنهم يعتقدون أن الدعاء عندها أفضل من الدعاء في أي مكان آخر. هذا هو الأصل الذي سبب هذه المشاكل كلها. ولو أنهم اعتقدوا في القبور ما دلت عليه السنة من أنها لا يجوز الغلو فيها، ولا يجوز البناء عليها، ولا يجوز الصلاة عندها، لسلم المسلمون من هذه الشرور التي التبست على كثير من الناس، وشب عليها وهرم عليها الكبير وشب عليها الصغير، وصار الذي ينكرها مستغربا عند الناس، بل يعتبرونه ضالا ويعتبرونه مذهبا زائدا على المذاهب الأربعة وغير ذلك، مع أن المذاهب الأربعة بريئة كل البراءة من هذا العمل. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فإذا كان قصدها للدعاء يجر هذه المفاسد كان حراما كالصلاة عندها وأولى. نعم، وكان ذلك فتنة للخلق وفتحا لباب الشرك وإغلاقا لباب الإيمان. لا شك أن الأمور إنما تنشأ أول ما تنشأ من الشبهات، ثم تتطور وتتغلظ ويصعب علاجها. ربما يقول قائلهم: الله أمرنا بالدعاء ونحن نأتي ندعو الله عند هذه القبور، هل تمنعون الدعاء؟ نقول: نعم، نحن لا نمنع الدعاء، لكن نمنع الدعاء إذا ألحق به ما ليس مشروعا. فجعل الدعاء في هذا المكان خاصة أو عند هذا القبر هذا بدعة إضافية. نعم، قال رحمه الله: فصل. قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذها مساجد، وعن الصلاة عندها، وعن اتخاذها عيدا، وأنه دعا الله أن لا يتخذ قبره وثنا يعبد. وقد تقدم أن اتخاذ المكان عيدا هو اعتياد إتيانه للعبادة عنده أو غير ذلك. وقد تقدم النهي الخاص عن الصلاة عندها أو إليها، والأمر بالسلام عليها والدعاء لها. وذكرنا ما في دعاء المرء لنفسه عندها من الفرق بين قصدها لأجل الدعاء أو الدعاء ضمنا وتبعا، وتمام الكلام في ذلك بذكر سائر العبادات، فالقول فيها جميعا كالقول في الدعاء. فليس في ذكر الله هناك أو القراءة عند القبر أو الصيام عنده أو الذبح عنده فضل على غيره من البقاع. نعم،
فهذا الفصل كأنه إعادة أو تلخيص لما سبق من أول الكتاب إلى هذا المكان، في أن القبور لا تهان ولا تعظم ويغلى فيها، وإنما الوسط في القبور، فالقبور تحترم ويكف عنها الأذى ولا تمتهن أو تداس أو يجلس عليها أو تقضى عليها الحاجة أو ما أشبه ذلك، ولا يغلى فيها ويبنى عليها وتتخذ مساجد أو مصليات أو يدعى عندها، كل هذا من الغلو في القبور الذي يفضي إلى الشرك. والعبادات كما سبق وتكرر أن العبادات توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها، فما جاء الدليل باعتباره أخذنا به، وما لم يأتي به دليل فلا يكون عبادة لله، وإنما يكون بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا هو الأصل الجامع لهذا الأمر كله. وينشأ الضلال من تعظيم البقعة التي لم يعظمها الله ولا رسوله، وينشأ الضلال من الدعاء في مكان معين لم يخصص من ناحية الشرع، وينشأ الضلال وهذا أشد من البناء على القبر وزخرفته ووضع الستائر عليه مضاهاة لبيت الله العتيق إلى غير ذلك من بواعث الشر وبواعث الفتنة. فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا، وأن يخلصوا قبور علمائهم وأئمتهم، وأن يخلصوها من ما علق بها من هذه البدع والشرور. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال: تتخذوا قبري عيدا، وقال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، إلى غير ذلك من الأحاديث. ولكن الناس يتبعون العادات والتقاليد الباطلة ويعرضون عن الأحاديث الصحيحة، لأن الشيطان يزين لهم البدع ويكره إليهم السنن. نعم. قال: وتمام الكلام في ذلك بذكر سائر العبادات، فالقول فيها جميعا كالقول في الدعاء، فليس في ذكر الله هناك أو القراءة عند القبر أو الصيام عنده أو الذبح عنده فضل على غيره من البقاع، ولا قصد ذلك عند القبول مستحبا. نعم، هذا كما تقرر أن الأصل في العبادات التوقيف، وأنه لا يفعل منها شيء إلا بدليل، هذا من حيث الأصل. وإلا فقد جاء النهي عن تعظيم القبور وجعلها أعيادا وأوثانا، كل هذا ورد به الدليل، مع الأصل الذي قلنا إن العبادات توقيفية. لكن من يريد الله أن يضله فكأنما يصعد في السماء، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، لا يتسع لسماع الأدلة فضلا عن العمل بها، لأنه يجري على ما ألف عليه الناس وما زينه له الشيطان وما حسنته له نفسه، ولا يرجع إلى الأدلة من الكتاب والسنة التي هي أساس العبادات. نعم. قال: وما علمت أحدا من علماء المسلمين يقول إن الذكر هناك أو الصيام أو القراءة أفضل منه في غير تلك البقعة. نعم، هذا حكاية للإجماع من الشيخ رحمه الله، أنه لم يعلم أحدا من المسلمين يخصص هذه الأمكنة أو ما شابهها بنوع من أنواع العبادة، هذا من حيث البدعية. لكن من حيث
أن هذا يفضي إلى الشرك وعبادة غير الله فهذا أشد. نعم. فأما ما يذكره بعض الناس من أنه ينتفع الميت بسماع القرآن بخلاف ما إذا قرئ في مكان آخر، فهذا إذا عنا به أن يصل الثواب إليه إذا قرئ عند القبر خاصة فليس عليه أحد من أهل العلم المعروفين، بل الناس على قولين، أحدهما أن ثواب العبادات البدنية من الصلاة والقراءة وغيرهما يصل إلى الميت كما يصل إليه ثواب العبادات المالية بالإجماع، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما وقول طائفة من أصحاب الشافعي ومالك، وهو الصواب لأدلة كثيرة ذكرناها في غير هذا الموضع. نعم. والثاني نعم، أن ثواب البدنية لا يصل إليه بحال، وهو المشهور عند أصحاب الشافعي ومالك، وما من أحد من هؤلاء يخص مكانا بالوصول أو عدمه. نعم، قال الله سبحانه وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. دلت الآية الكريمة على أنه لا ينفع الإنسان إلا عمله، هذا هو الأصل. نعم. ولا ينفعه عمل غيره. وبهذا أخذ جماعة كثيرة من العلماء فقالوا: لا يصل إلى الأموات شيء من أعمال غيرهم البدنية، أما المالية والصدقة هذا شيء آخر، لكن البدنية، الأعمال البدنية كالصلاة والصيام وغير ذلك من الأعمال البدنية، هذا لا يصل ثوابها إلى الأموات عملا بالآية الكريمة. وذهب الآخرون إلى أنه يصل إلى الميت كل عمل يعمله الإنسان ويجعل ثوابه لمسلم حي أو ميت فإن ذلك ينفعه، وهذا عليه جماعة من الفقهاء. والقول الثالث التفصيل، ما دل عليه الدليل من عمله للميت فإنه يصل ثوابه إليه، وما لم يدل عليه الدليل فلا، يبقى على الأصل وهو المنع والنفي. والذي يصل إلى الميت حسب الأدلة الدعاء والصدقة والحج أو العمرة عن الميت، كل هذه وردت بها الأدلة فتكون مخصصة للآية الكريمة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وهذه الأمور لا شك أن الميت تسبب فيها قبل موته، فالولد الصالح رباه على الصلاح وعلى الاستقامة فصار يدعو لوالده، والعلم النافع هو تعلم العلم وعلمه وألف ونشر فيجري عليه ثواب عمله، والصدقة الجارية هو أوقف على نفسه وقفا وجعل غلته تصرف في وجوه الخير وثوابها له، فهو الذي أسس هذه الأعمال فصار يجري ثوابها عليه بعد موته ولا ينقطع. ومثل ذلك لو أنه لم يعمل هذه الأشياء لكن أخوه المسلم دعا له، أو أخوه المسلم تصدق عنه، أو أخوه المسلم وقف له وقفا وجعل ثوابه له، هذه أمور لا بأس بها لأنها دلت عليها الأدلة. قراءة القرآن للميت هذه لم يدل دليل عليها، لا عند القبر ولا خارج القبر، لم يدل دليل على قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت، فيكون مع ممنوعا بالآية الكريمة: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية أخي مهندس الصوت عبد الله السلولي، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.